أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. قالت مجموعة الأزمات الدولية إن إعادة فتح الطرقات في تعز من شأنه أن ينقذ الأرواح ويعيد بناء الثقة بين الأطراف للمساعدة في تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن. وأضافت أن استمرار الحوثيين في تأخير فتح الطرقات تعز يقوض إمكانية تمديد الهدنة التي تأمل الأمم المتحدة في أن تكون نقطة انطلاق للمحادثات السياسية، مشيرة إلى معاناة أبناء تعز جراء الحصار وتسببه بغلاء الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. من جهة أخرى، تواصل ميليشيا الحوثي إغلاق طريق حيس الجراحي الرابط بين محافظتي الحديدة وتعز، رغم إعلان القوات المشتركة فتحه من جانب واحد نهاية أبريل الماضي. ولجأ الحوثيون لفتح طريق فرعي من منطقة المبرز جبل راس إلى مديرية حيس، متجاهلين الدعوات المتكررة لفتح طريق حيس الجراح الرابط بين الحديدة وتعز أكثر المحافظات سكانا. 10 أيام بقيت من عمر الهدنة المعلنة برعاية أممية، تبدو فيها ميليشيا الحوثي الأكثر استفادة من بنودها نظرا لالتزام التحالف والشرعية بها مقابل تعنت الميليشيا واستمرار خروقاتها العسكرية. في زوايا الحدث اليوم نناقش الموضوع من زاويتين: الأولى، إمكانية بقاء الحال على ما هو عليه مع استمرار رفض الميليشيا فتح الطرقات وإنهاء حصار تعز، ثم عن قدرة التحالف والشرعية في فرض واقع ينهي معاناة المواطنين المتضررين من الحصار وقطع الطرقات الرئيسية. نبدأ النقاش بعد متابعة التقرير. 50 يوما انقضت من عمر الهدنة المعلنة برعاية أممية بين التحالف والحكومة الشرعية من طرف وبين ميليشيا الحوثي الانقلابية. عمليا التزم التحالف بإيقاف عملياته العسكرية وطلعاته الجوية منذ مطلع شهر إبريل الماضي، وكذلك فعل الجيش الوطني، غير أن ميليشيا الحوثي تلكأت في الالتزام بهذه الهدنة وعملت بشتى الطرق على الاستفادة من توقيف التحالف لعملياته العسكرية، وحشدت نحو محافظة مأرب وواصلت قصفها للمدنيين في مأرب وتعز، فضلا عن تعنتها المستمر برفض فتح الطرقات والمنافذ والتي من شأنها التخفيف من معاناة ملايين المواطنين. بحسب مراقبين، فقد نجحت ميليشيا الحوثي في الاستفادة من التزام التحالف والشرعية ببنود الهدنة، وانتزعت مكاسب سهلة لعل أهمها فتح مطار صنعاء والسماح بوصول أكثر من 10 سفن مشتقات نفطية، بينما مرونة الشرعية جعلتها في خانة الطرف الأضعف وفقا لمراقبين، لأنها عجزت عن انتزاع أي من مكاسب الهدنة لمصلحة المواطنين، ملتزمة بتصريحات الإدانة والمناشدة من قبيل ذر التراب في العيون وفي ظل الضغوط الدولية والمناشدات المحلية لفتح الطرق الرئيسية التي تربط بين أكبر الكتل السكانية. قامت ميليشيا الحوثي بفتح طريق فرعي يربط منطقة المبرز التابعة لمديرية جبل رأس جنوب شرقي الحديدة في مديرية حيز الواقعة أقصى جنوب المحافظة، متجاهلة المطلب الرئيس بفتح طريق حيز الجراحي الرابط بين الحديدة وتعز، وقبل ذلك فتح طريق تعز إب. التعنت الحوثي وضع الأمم المتحدة والتحالف والشرعية في موقف محرج، وأظهرهم عاجزين عن إلزام الميليشيا ببنود الهدنة، خصوصا تلك المرتبطة بالاعتبارات الإنسانية التي يفترض ألا تكون مشروطة. ليبقى التساؤل مفتوحا عن القدرة الحقيقية للتحالف والشرعية على فك الحصار عن 5 ملايين مواطن في تعز ومثلهم تقريبا في الحديدة، وهما المحافظتان الأكثر سكانا على مستوى الجمهورية. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم لنا من تعز عضو لجنة فتح الطرق سيد علي الأجعر، وكذا من القيادي في مجلس هامة الوطني السيد بهاء العيدروس. أرحب بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معك سيد العيدروس. إذن أعلن اليوم الحوثيون فتح طريق المبرز جبل رأس مع حيس، هل لهذه الخطوة أهمية مقارنة بمطلب فتح طريق حيس الجراحي؟ اهلا وسهلا بك اخي العزيز وبضيوفك الكرام والمشاهدين. بالنسبه لي فتح لا يكون يعني
الاستفادة منه تكاد تكون بسيطة جدا، وهو تهرب من يعني استحقاق فتح طريق حيث الجراحي الأساسي والذي تم الاتفاق عليه سابقا في يعني اتفاق ستوكهولم. أما الخط الذي فتح الآن فهو خط فرعي كان في الأساس هو مفتوح عن طريق سقم، وكان الناس يتعرضون للابتزاز ولي يعني فرض مبالغ مالية كبيرة عليهم من جهة من جانب الحوثيين. الخط الذي تحدث عنه الحوثيين والذي فتحوه تقريبا 80 كيلو إلى أن تصل مديرية الجراحي، بينما الخط الذي اتفق عليه 20 إلى 15 كيلو من حيث إلى الجراحي، يعني مشقة وعناء واستهتار بأرواح الناس، عدم وجود إنسانية لدى الطرف المعرقل لفتح الطرقات، دليل واضح على أن الحوثي غير مهتم بمطالب التحالف أو بمطالب العالم. وقد يكون يعني ما يفعله الحوثي، وأنا أؤكد أنه ما يفعله الحوثي اليوم هو يعني عمل يعني الرعاية الرسميين اليوم أمريكا، وقد يكون التحالف كذلك شريك في ذلك الموضوع، لأنه الحوثي يا أخي العزيز يدرك أن الشرعية التي يعني التي هي ضد له شرعية ضعيفة ولا تستطيع أنت يعني أن تفرض أمرا آخر. طيب قد نعود إلى هذه النقطة وأبعاد والمتسبب فيما يحدث فيما يتعلق بذلك والتحليل، لكن أنت أشرت إلى فرض مبالغ مالية من قبل الحوثيين في تلك الطرق. هل بعد فتح هذه يعني ما فتح اليوم طريق المبرز جبل رأس مع حيس، هل رفعت نقاط الفرض المبالغ المالية التي تفرض فيها المبالغ المالية؟ إلى حد الآن لا يوجد طبعا إعلان حوثي من طرف واحد، بينما الشرعية يعني أو القوة السابعة للتحالف المتواجدة هناك إلى حد الآن تقريبا لم تتلقى أوامر بالفتح، على الرغم أنه يعني الخط يعني لا يمكن ترفض الشرعية وتأخذ باليسير التي حصلت عليه. أما بالنسبة لفرض الجبايات اللي متواجدة، أنا هنا أحذر من أن تكون يعني قوات إذا تم فتح الخط أن تكون قوات تبع الشرعية تبتز المواطنين مثل ما يبتز يعني الحوثي المواطنين كذلك، ويفرض عليهم جباية هائلة. ففي شهر واحد تقريبا مليار ريال يمني التي تورد لميليشيات الحوثي من مفرق سقم سابقا، واليوم سيكون الوضع على يعني أكثر سوءا وأشد سوءا يعني مما كان عليه سابقا. تفضل بالبقاء معي سيد العيدروس، ورحب مرة أخرى بك سيد الأجعر. فيما يتعلق بموقف الأمم المتحدة من تعنة الحوثي إزاء الهدنة، خصوصا مسألة فتح الطريق، كيف تنظرون إلى هذا الأمر وأنت عضو لجنة فتح الطرق؟ مساء الخير أخي الحبيب، ومساء الأنوار لكل المستمعين. أستاذنا العزيز، الحقيقة أنه نحن نرحب بدورة الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الأممي أو مكتب المبعوث الأممي من أجل المساعدة في فتح طرق في تعز. تعز محاصرة منذ 7 سنوات كما قلنا من كل الطرق، ونحن على أمل أن يستشعر العالم والأمم المتحدة بالذات بمسؤوليتها تجاه هذه المحافظة التي تشكل أكبر تضخم أو أكبر عدد سكاني في داخل الجمهورية اليمنية. لذا ما زلنا على أمل بأن يلعب مكتب المبعوث الدور المناط به، لأن القضية إنسانية وليست عسكرية. تعز تعاني من حصار بشكل كبير جدا، وكل المواد اللي كما قلنا تأتي إلى تعز أما بالتهريب أو بأسعار لا يستطيع المواطن كما يقول الوصول إليها. لذا أملنا كبير في مكتب المبعوث، وما زال أملنا يتجدد خاصة في ظل قيادة المبعوث هانس في هذه المرحلة التي تبشر بالخير في كسر الحصار عن محافظة تعز. وما زلنا كما قلنا على أمل، والأمل كبير، وفتح الطرق كما قلنا عملية إنسانية، وعلى كل الأطراف أن تفهم إن المواطن أو إن سكان تعز لن يخضعوا لأي ابتزاز مهما كان نوعه أو مصدره. أن تشير إلى أملك بمكتب المبعوث الأممي، يبدو يعني من كلامك عدم تعويل على الشرعية ومعها التحالف، وهناك من يرى أنها
أن الشرعية والتحالف يبدو يعني يبدون عاجزين عن إلزام الميليشيا بفتح الطرقات التزاما بالهدنة، لماذا هذا الموقف؟ لا 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 لا، أنا أيضا أشيد بموقف الشرعية، وحقيقة أشعر بأنه تعز تحولت كما يقولوا إلى قضية رئيسية في اليمن، ومع ما هو حاصل من تجدد في قيادة البلد، والأمل كبير في قيادتنا الحالية بأن تكون لأنها كما قلنا هي من هزمت مشروع الحوثي، وهي كما يقولوا بوابة السلام والحرب. من يفكر فإنه ممكن يصنع سلام بدون تعز فهو واهم. نحيي دور كما قلنا الشرعية، لا نقول أن الشرعية والتحالف لم يكون واجب، لا، أنا أقول في غاية خاص يمكن ماذا لم يأتي مني لأنك أنت تسأل المكتب المبعوث. أما بالنسبة للسلطة الشرعية سواء كانت السلطة المحلية في داخل تعز أو السلطة المركزية في داخل العاصمة المؤقتة عدن، فهي تقوم بدورها. ولا تفهموا أيضا ما المفهوم العكس، مواطنين في صنعاء عندما يفتح المطار انا كنت في قمه السرور، وعندما وصلت كما يقول الوقود في ميناء الهجيرة انا كنت في شقه لا نهايه لها، لان ستصل الى مواطنينا بغض النظر عمن هي السلطه الموجوده. في الاخير اخي المواطن الموجود في صنعاء او في تعز او في الجديده هو في الاخير اخي مواطن، مواطن يشعر مثل ما اشعرنا، لكننا نريد السلام. نقول للحرب كفايه، نقول كفايه استنزاف، كفايه تدمير، فلنذهب الى السلام سويا ولنقف على طاولة الحوار من أجل بناء يمن جديد لاحتلال السلام. تفضل بالبقاء معي سيد الأجعر. أعود إليك سيد العيدروس في سياق الحديث، يعني بطبيعة الحال ليس هناك ممثلين للحوثيين في هذه الحلقة، وإن كان يعني متاح لهم المجال للظهور معنا، لكن برأيك لماذا ترفض الميليشيا فتح طرق الحديدة تعز بشكل كامل وفتح المعابر بشكل كامل لإنهاء المعاناة على ساكني هذه المحافظات؟ وهنا مربط الفرس أستاذي العزيز، يعني هذا دليل واضح أن ميليشيا الحوثي لا تمتلك قرارها أصلا، ومن يمتلك القرار هو الداعم الأساسي وهي ميليشيا، يعني وهي حزب الله إيران، ومن خلفها دول يعني دول كبيره. فهنا طبعا ان والا ما هو ما الذي يعني يمنعهم من فتح الطريق؟ يعني قد يكون هم يريدون ان في نفس الوقت ارضاء الناس المتواجدين في مناطقهم وفي مناطقهم يعني والاسعار التي تسببها اغلاق الطرقات بالنسبه سواء في حيث او في تعز، هذا يعود بالإساءة إليهم، هذا يعني يعجل بزوالهم. الناس يعني تعقد عليهم الناس تغرق من معاناة الفلسطينيين، وإلا هذه الطريق لماذا تغرقها أنت؟ ما هو السبب؟ إذ لم يكن هذا هدف من أهداف يعني من أهداف يعني الراعي الرسمي. وهنا نقطة ثانية أخيرة مهمة، أن يعني هل يريد التعالف يعني بشريك مع الحوثي وشريك مع الأمم المتحدة بفرض أمر واقع خاصة في الحديدة بالتقسيم أو ب يعني قصد تقسيم الحديدة إلى جهتين، جهة تبع الحوثيين وجهة تبع الشرعية يعني لمدة طويلة؟ وهذا الذي نلاحظه اليوم في الحديدة، أخي العزيز، بني ما بين الحوثيين وبين الشرعية يعني خرسائر سياسية وخنادق وجبال هجات لجاي تبنى بها المناطق التي يعني مناطق الاشتباك ما بين الطرفين. هذه الامور خطيره جدا، وهذا يدل على ان الحوثيين والتحالف ومن خلفهم الامم المتحده يبيتون يعني امر سوء لابناء الحديده سواء في هذا السياق في هذا السياق. وفيما يتعلق بالحديده سيد العيدروس، لماذا تكتفي القوات المشتركه في الساحل التهامي كما يعرف يعني بموقف المتفرج مع قدرتها العسكريه على فرض واقع جديد ابعد حتى من الجراح والتحيتة؟ مع الاسف اخي العزيز لا تستطيع ان تحكم جندي واحد باتجاه يعني الحوثيين، لان الوضع ليس بايديهم، المتواجدين على الارض هم مجرد ادوات لا فقط لا غير، لا يستطيعون اطلاق رصاصه واحده، واذا تم يعني تقدم اي جندي يضرب الطيران المسير التابع ليس للحوثيين، التابع للدولة الإمارات والتابع يعني للتحالف العربي. في الحقيقة نحن يعني نقول الشرعية لا توجد في محافظة الحديدة أصلا،
لا توجد وليس لها لديها اي ممثل، يعني لا قياده المحور متواجده، لا لم يتم تسليمها حتى مقر يعني لمقر من اجل ان تقوم بواجبها ودورها الرئيسي ك يعني سلطه تتبع الشرعيه وتتبع قياده تتبع قيادة الجمهوريه. فالحقيقه انه التحالف هو من يلعب بهذه الادوات التي متواجده لديه، ويعني دليل على ابتزازه وان التحالف لديه نيه غير سويه بالنسبه لابناء اليمن. وانا اقول لكم الحقيقه ان المعاناه الحقيقيه نحن نعانيها من التحالف، المعاناه الحقيقيه نحن نعانيها من ميليشيات التحالف التي عملها في الجنوب والتي عملها في الشرق والتي عملها في الغرب. هذا التحالف اصبح اخي العزيز عبئا على اليمن، وهو من دمر اليمن، وهو من يحافظ على الحوثي. والا الحوثي ليس بذاك القوي الذي يصوره الناس، اذا تركت لابناء الحوثي المتواجدين في الساحل ان يذهبوا الى مناطقهم لن يستغرق الوقت ساعتين او 3 ساعات الا ان يوصلوا الى مديريه جديد. لا يوجد حوثيين متواجدين اخي في الارض، الحوثي منتهي، ولكن من يحافظ عليه هم التحالف. التحالف يحافظ عليه والأمم المتحدة ومن خلفهم يعني لكي يرشدوا مشاريعهم الخاصة. يعني بطبيعة الحال هناك حاجة لوجود ممثل عن التحالف لنقاش النقاط التي تفضلت بها. شكرا لك سيد البهاء العيدروس القيادي في مجلس تهام الوطني على تواجدك معنا في هذه الحلقة. قبل العودة إليك سيد الأجعر، أرحب بمن ينضم لنا المحلل السياسي سيد فيصل الحذيفي. بتقديرك سيد الحذيفي، ما الذي يشجع الميليشيا على البقاء في موقف المتعنت إزاء الهدنة رغم أنها وافقت بشكل معلن عليها؟ تحية لك أخي وجيه، وتحية لكل مشاهدي بلقيس. الحقيقة أن الحوثية أو الحوثي لديه تجارب سابقة من الحرب الرابعة وحتى يعني من العام 2004 وحتى اللحظة، كثير ما يوقع على اتفاقات، وقع مع قبائل صاعدة فقط أكثر من 200 اتفاق. ناهيك عن الاتفاقات التي كانت مع الحكومة ولم تكن إلا استرداد أنفاس وإعادة تمترس وهي تجربة، لأن هؤلاء لا يعبؤون يكذبون كما يتنفسون، لا يعبؤون باتفاقات ولا يدركون يعني ماهية هذه الاتفاقات و يعني التزاماتها. عصابات ليسوا رجال دولة وليس لديهم أي مسؤوليات تجاه يعني الشعب اليمني، وبالتالي فيعني الآن تعد يعني 50 يوم تقريبا شارفنا على انتهاء مهلة الهدنة الأولى، ولم يعني نفذ الحوثي شيء مما اتفق عليه للأسف الشديد. كنا نقول لهم التجارب كثيرة، التجربة المجرب حرام، استمرار يعني الضغط على الحوثي وكان في أسوأ حالاته، وأتكلم عن يعني مارس وفبراير السابقين عندما خنق بالمشتقات النفطية التي لم يستطع تزويد معداته بها، وأيضا الطلعات التي كانت موفقة سواء التي كانت تقصفه في صنعاء أو في تخوم مأرب وغيرها من المواقع. وكان هناك أيضا اشتداد في جبهات تعز سواء الجبهتين الغربية أو الشرقية منها، لكن أرسل لحوثي طعم أو ليس طعم وإنما طوق نجاة لهذه الهدنة. فهو اكتسب حوالي 20 مليار من ضرائب المشتقات النفطية، استطاع أن يسير رحلات من مطار صنعاء لجرحى. هناك أيضا تم إيقاف القصف والطلعات الجوية على مواقعه، وفقط الذي نفذ من طرفه هو عدم قصف خارج الحدود اليمنية، وأتكلم هنا عن قصف مرافق النفط والحبكة الإيرانية الروسية التي كانت تؤكل بفم الحوثي. كيف تنظر لموقف الأمم المتحدة من موقف الحوثيين تجاه الهدنة أو تعنت الحوثي؟ أنا كيمني بسيط كمتابع يعني الزيارات البروتوكولية والتصريحات للمبعوث الأممي، أجد أنه يعني إذا ما التقطت له صورة هنا وهناك يعتبرها نصرا مؤزرا، وهو استطاع مع فليت كتابة مسودة هذا الاتفاق أو هذه الهدنة التي نفذت من طرف واحد،
اكتفى بها، والامم المتحده هي في كل احوالها مهمتها فقط اداره الازمات وليس انهائها. لا يكتب لهذه المنظمه انها نجحت في الفصل بين متخاصمين او الخروج الى طريق سوي في اي دوله وضعت يدها عليها او نهشتها الحروب. كل الاتفاقات تاتي او انتهاء المعارك اما بطرف منتصر او بابناء البلد يلتئمون فيما بينهم للخروج من ازمه. اما الامم المتحده فهي تجمع جبايه، تجمع يعني تبرعات ثم تنشئ مخيمات وتحرك طائرات مساعدات، ليس الا وتكتفي فقط ب يعني التصريحات الاعلاميه. المبعوث الاممي وكل مبعوث لو ترجع الى تاريخ المبعوثين في اليمن من جمال بن عمر وانتهاء بالمبعوث الحالي ستجد انهم كل واحد منهم عمل شيء يعني ظهر فيه في الاعلام وقدم احاطه انتصار الى مجلس الامن. اما الواقع فنحن نشهد حرب منذ 8 سنوات، بل اجتيحت صنعاء ومبعوث الامم المتحده كان ياكل بنت الصحن في صعده بحضره عبد الملك الحوثي. المحزن والمبكي اننا اصبحنا او اصبحت المعركه اليمنيه ربما تجر مالا على هذه المنظمه الامميه، وما قررت التقسيم وعوده اللاجئين وحق العوده والقدس واراضي 67 و يعني اشياء كثيره حصلت ولم تنجح حقيقه. وانا اكرر للمشاهد هذه المعلومه التي اصبحت من البديهيات، هذه المنظمه لم تنجح ولن تنجح الا باداره ملفات الامم المتحده. طيب نحن الان قد ربما يعني حتى نعود الى المساله في تعز، لماذا سأعود ربما الى هذه يعني الى مساله تقييم اداء الامم المتحده فيما يتعلق بهذا الملف، لكن قبل ذلك دعني اعود الى السيد علي الاجعر. إلى متى سيد الأجعر ستبقى قيادات تعز في السلطة المحلية والمحور في موقف المتفرج أو العاجز عن إنهاء الحصار إن صح التعبير؟ سيد الأجعر؟ سيد الأجعر هل تسمعني؟ يبدو أن هناك إشكالية في وصول الصوت من تعز أو إلى تعز. عموما سنحاول إعادة التواصل معه مع السيد علي الأجعر عضو لجنة فتح الطرق من تعز. أعود إليك سيد الحذيفي، إزاء الوضع الحالي ويعني خارطة التموقعات على الأرض وإزاء الأوراق السياسية التي يملكها كل طرف، ما هي خيارات الشرعية ومن ورائها التحالف في هذا الحال؟ إعادة المعركة، لأنه الهدنة يعني لم تحقق يعني أي نفع للمجتمع اليمني للشعب اليمني. كانت بشرت الحكومة، أنا أتكلم هنا أن الحكومة باعتبارها مسؤولة عن كل الشعب اليمني، بشرت بأن هناك فكاك وأن هناك رفاه وأن هناك يعني تقليل من حدة الأزمة على اليمني، ولم نلحظ شيء. وهو شيء الحكومة الأصل أن تضع حد مثل هكذا يعني خرق ومثل هكذا استهداف ومثل هكذا هدنة هشة تخدم طرف منقلب على السلطة والمجتمع. الحكومة خياراتها كثيرة، منها يعني عدم رفض تمديد الهدنة، منها استعادة زمام المبادرة عسكريا، منها تسليح القوات الحكومية والجيش الوطني، منها توحيد الخطط الإعلامية في الداخل وتوجيهه باتجاه الحوثي وتكون وجهة اليمنيين، كل اليمنيين استعادة دولتهم وعاصمة الدولة اليمنية الموحدة صنعاء. الخيارات كثيرة ليس، لكن لا تستخدم هذه الخيارات للأسف الشديد نتيجة انقسام هذه الشرعية وتعدد مشاريعها الصغيرة والفساد الذي استشرى في جسدها. نحن نعول على المجلس الرئاسي الجديد، دعني اتفائل لانه يعني لم نعطيه فرصه، ما زال في بداياته، لم يصل يعني الشهرين، يعني نعطيه مهله 3 اشهر ويستقيم لمئة اليوم، لعل وعسى يعني تكون ربما التعديلات الشماعات التي كانت يعني تعلق على القياده السابقه، وتكلم هنا عن حكم هادي بانه لم يكن متجاوب ولم يكن يملك الديناميكيه ولم ولم ولم، نتكلم الان عن وحده القرار وقربه من الشعب
قربه وموائمته أو توافقه مع التحالف العربي للسعادة الشرعية. هل سيتجهون باتجاه الصناعة؟ هل سيوحدون القرار؟ هل سيكونون بمستوى المسؤولية؟ دعني أستبشر فيما أيضا أن هناك اللقاء الأخير الذي حصل لوزير الخارجية مع الخارجية الأمريكية، في هناك رسرك دبلوماسي، الواقع سيشهد ذلك، يعني سيصدق ذلك أو يكذبه. الأوراق الشرعية كثير وكثير جدا، ونتمنى أن تستخدم في الزمان والمكان المناسبين. شكرا لك سيد فيصل الحذيفي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والانصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، دمتم بخير في أمان الله.